نلتقي اليوم في هذا اللقاء الإبداعي الأول النسائي المغاربي على هامش معرض الكتاب في دورته 25، وهو ملتقى يريد أن يرسل رسائل غير مشفرة للجميع، وهو أن ما يمكن أن ينتزع أو يأتي عبر التواصل الثقافي يكون يسيرا بالنسبة لأي منحى آخر. إذن فنحن نجعل من هذه الندوة منصة للحوار الهادئ مع جارة الجزائر، وكذلك لتقوية العلاقات، وكذلك سهولة التنقل بين بلدان الاتحاد المغاربي. هذا الاتحاد الذي بات معطلا لفترة طويلة الآن أصبحت الضرورة جد ملحة لإحيائه. فرأينا نحن النساء أن الدبلوماسية النسائية قد تكون قادرة على إعادة على الأقل طرح الأسئلة: لماذا يعتر هذا الاتحاد المغاربي؟ هل مصلحتنا في تكتل مغاربي أم في تشتيت في بقعة واحدة؟ إذن هذه الأسئلة تحيلنا حتما على أن مصلحتنا جميعا، جميع أطراف، جميع مكونات المغرب العربي، هي التوحد والتكتل، لأننا في عصر التكتل لا في عصر التفتت. هذه البادرة بجمع الكاتبات المغاربيات في حد ذاتها مشروع يعني هام جدا، ويوحد المرأة بطريقة ذكية وبطريقة يعني بناءة وبطريقة ثقافية، لأنه ليس المهم أن نوحد المرأة، ولكن أن نعرف كيف نوحده ومن أي المداخل ندخل لهذه المرأة لكي تكون فاعلة في المجتمع، ولكي تؤثر حتى على المرأة التي لم تجد حظها في التعليم وفي التثقيف أيضا والتوعية، لكي تكون يعني مرأة تليق بمجتمعاتنا العربية وب يعني هذا المغرب العربي الذي وحدته الكلمة، وحدته القصيدة بعيدا عن ترهات السياسة. نحن الآن وبشراكة مع صديقات كاتبات من العالم العربي قد أنجزنا هذا الإنجاز في إطار تنزيل الخطاب الملكي الذي يدعو إلى اتحاد مغاربي، وهي محاولة منا أن نحقق بواسطة الثقافة والكلمة واللغة العربية على الخصوص هذا التواصل الكبير. صراحة أنا أحيي وأشد على يد كل هؤلاء المجموعة الجميلة من النساء وأيضا من الرجال، خاصة السيدات، ومنهن خديجة الزومي وأيضا منيا أيضا. فهؤلاء اللواتي يعني قمنا، والمجموعة كبيرة حولهن اللواتي، قمنا بكل ما استطعنا لكي يجمعنا شمل المغرب الكبير. فعلا أنا أحيي منظمة النساء الاستقلاليات، وفعلا يعني لا يمكن إلا أن أحيي هذه المبادرة. يعني كل الأشياء تحاول أن تفتت الشمل، لكن شيء ما، يد بيضاء ما تأتي لكي تلم الخيوط الضائعة وتجمع بين القلوب وتجمع بين الأفئدة وبين الأفكار، إلا وتكون يعني يد رائعة ويذكرها التاريخ، لأن التاريخ لا يرحم، سيذكرها التاريخ، يذكر أنها قامت ذات معرض لكي تجمع شمل النساء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.